بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنحكي عن Conventional Geothermal Systems، هي أنظمة الأرض الحرارية التقليدية. مصطلح Conventional يشير إلى أنظمة الأرض الحرارية اللي كانت تستخدم أو اللي هي تستخدم بشكل تجاري منذ عدة سنوات. أيضا تشير إلى أن هذه الأنظمة مفهومة، طريقة عملها وجيولوجيتها وتكون منتشرة موجودة حول العالم، هي شيء نادر أو شيء غريب. عشان يتوفر عندي نظام أرضي حراري تقليدي، لابد تتوفر عندي ثلاث متطلبات أساسية. رقم واحد، لابد يكون عندي High Underground Temperatures، لابد تكون في درجة حرارة تحت سطحية عالية تحت سطح الأرض. الشيء الثاني هو وجود سائل Fluids، سوائل، عشان نقدر نستعيد هذه الطاقة أو نستخرج هذه الطاقة من باطن الأرض. والشيء الثالث، لابد يكون في صخر نفاذ عشان السوائل هذه تقدر تتدفق من مكمن الموجود فيه الحرارة إلى البئر ومن ثم إلى سطح الأرض. أول نظام في الأنظمة التقليدية، أنظمة الأرض الحرارية التقليدية، هو Warm Water Systems. وطبعا احنا عارفين تصنيف Warm Water Systems يقع من ضمن الانتلبي كلاسيفيكيشنز فور الجيوثيرمال سيستمز. طبعا نظام الوارم ووتر سيستمز هو اكثر انظمه الارض الحراريه شيوعا وموجود في الطبيعه، ودرجه حرارتها تكون اقل من 120 درجه مئويه. ايضا قيمه الانتلبي اقل من 504 كيلو جول على الكيلوغرام. طبعا في النظام هذا، نظام الوارم ووتر سيستمز، الديب جراوند ووتر هي المياه او المياه الموجوده في الاعماق حتسخن او تصير عمليه تسخين بواسطه الناتورال تيرمال جريدنج، اللي هو تدرج الحراري الطبيعي للارض. لان احنا عارفين ان احنا كل ما ننزلوا او نتعمقوا تحت سطح الارض كل ما تزيد درجه الحراره. طبعا حتكون فيها طريقه نقل الحراره هي الكونتاكتيف ميثود، بواسطة عملية التوصيل الحراري. الشكل القدامي يوري لي تدرج الحراري لمنطقة معينة أو لبيئة معينة، وزي ما شايفين في الصورة الخط المتقطع هذا يشير إلى قراءات التدرج الحراري thermal gradient readings. أما الخط المستقيم، الخط الأسود continuous line، فهو يشير إلى typical gradient. يعني المفروض إني أنا في مناطق نعرف إن قيمة تدرج الحرارة موجودة عندي، فرضا قيمتها ما بين 20 إلى 25 أو ما بين 25 إلى 30، فنقعد أنا نحسب فيها كل ما يزيد العمق حتزيد درجة الحرارة، ولا كل واحد كيلو حتكون درجة الحرارة مقدارها 30 درجة مئوية، كل ما نزيده حتزيد درجة الحرارة بنفس القيمة. فلذلك نديرو lines مثل typical gradient. لكن اللاين هذا مش حيتطبق يعني بشكل خلينا نقوله بشكل مثالي مع القراءات الحقيقية اللي أنا سجلها من خلال بئر معين محفور عندي في المنطقة. فلذلك أو مع ذلك نجد أن الخط المثالي التيبيكال جريدينت شبه متطابق مع القراءات اللي نحن سجلناها، قراءات حقيقية لناها في المنطقة، مع وجود يعني انخفاض بسيط في المنتصف اللي هو الجزء الضياهي، واللي سبب وجود minor lateral flow of cold water، يعني وجود مياه متدفقة في الجزء الضياهي من الطبقات، مياه باردة أدت إلى انخفاض في إيش، في درجة حرارة المياه أو في درجة تدرج حرارة الموجود في المنطقة المياه. طبعا سبب التدفق الضياهي هو وجود recharge من الطبقات الموجودة في الأعلى اللي جاية من السطح عن طريق الأمطار، تترشح تخش للطبقات وتبدأ تدخل شيئا فشيئا لعندما توصل في طبقات مسامية وتبدأ تتجمع فيها، أو أن هي تستمر في التدفق لعندما تخرج من جديد في هي ينابيع الساخنة لما يصل لها عملية التسخين إذا وجدت الظروف المناسبة. أنظمة الوارم ووتر سيستمز تعتبر من أكبر أنظمة الأرض الحرارية لأنها لها امتدادات كبيرة. بعض الأحيان تكون لها امتدادات ما بين دول عدة،
ليش؟ لأنها مرتبطة بأحواض رسوبية، وبعض الأحواض الرسوبية تكون مشتركة ما بين بعض الدول. على سبيل المثال عندنا حوض دابانيونيان بيزنس اللي هو مشترك ما بين النمسا وكرواتيا وهنغاريا وسلوفينيا. أغلب الأنظمة الوارم ووتر سيستمز أو أنظمة المياه الدافئة تم اكتشافها عن طريق الظواهر الطبيعية الموجودة على السطح زي الهوت سبرينجز، أيضا عن طريق حفر المياه الضحلة، مياه الأبار الضحلة. وبشكل حديث أدى الاستكشاف إلى حفر أبار النفط وحفر الاستكشاف عن المعادن إلى استكشاف العديد من أنظمة الوارم ووتر سيستمز. في الصورة الأسفل مثال آخر عن الجيوثيرمال جريدينت، عندنا مثال من بئر في منطقة في كندا، بئر منطقة اسمها بيس ريفر آرك إيريا، توضح لي الجيوثيرمال جريدينت في البئر اللي هو بالخط اللون الأحمر، هذه القراءات الحقيقية، والخط المتقطع هو التيبيكال جريدينت الموجود عندي في المنطقة. فلاحظ أن ما فيش يعني اختلافات كبيرة، صح يوجد بعض الزونز وبعض الاختلافات، لكن بشكل عام القراءات جيدة. أنظمة المياه الدافئة أو أبار المياه الدافئة يكون فيها ضغط المكمن أقل من ضغط الهيدروستاتيكي للبئر. أيضا درجة الحرارة فيها تكون أقل من درجة غليان الماء للعمق، ولا يوجد فيها ذلك القدر من الغازات. وزي ما قلنا أن الضغط الهيدروستاتيكي للمكمن أقل من ضغط البئر، وبالتالي لن يكون هناك إنتاج للمياه بشكل طبيعي زي الأبار الارتوازية اللي تصعد فيها المياه للأعلى في الأعلى السطح بشكل طبيعي، وبالتالي حنستحق إلى إنزال بامب داون هول بامبس عشان نقدر نضخ المياه الموجودة عندي في المكمن المياهي إلى السطح، يعني بيستخدموا طريقة صناعية لإنتاج هذه المياه. في بعض المناطق أو بعض الأبار تكون جودة المياه عالية ويمكن استخدامها حتى للشرب. في أمثلة لنا من فيتنام وتشاينا، بعض الأبار تكون فيها صالحة للشرب ويستخدم فيها لأغراض الشرب. أيضا الـ warm water systems are likely to be used for direct use applications، تستخدم في الاستخدام المباشر اللي هي زي إيش؟ زي عمليات التدفئة لمناطق للمنازل والمكاتب والمباني بشكل عام يعني. أيضا تستخدم في تدفئة الجرين هاوس اللي هي البيوت الزجاجية اللي تستخدم في الزراعة اللي هي الصوبات بالمصطلح العام يعني، وبعض التطبيقات الصناعية. طبعا بالنظر لطلب العالي لإنتاج المياه الآبار الدافئة أو مياه أنظمة الآبار الدافئة، فحيكون في استهلاك كبير للمياه نظرا لأن الطاقة متاحة ماهيش عالية جدا، درجة حرارتها يعني ماهيش مرتفعة، فبالتالي نحن محتاجين إن نحن نضخ المياه اللي أنتجناها بعد ما استخدمناها للتدفئة، محتاجين نرد ونضخوها للآبار من جديد عشان ما يصيرش عندي انخفاض كبير في ضغط المكمن، وما يصيرش عندي جفاف لهذه المصادر مصادر المياه. في بعض الأوقات لما يتم إنتاج المياه من الآبار الدافئة أوقات من حوالي 3000 متر أو أكثر، تكون مصاحبة لرواسب لها درجة ملوحة عالية، إضافة إلى بعض المواد الذائبة الأخرى، معادن ذائبة تانية، ولكلها تأثير كروسيف يعني تأثير تآكلي على المعدات الإنتاج وعلى البايبس وعلى المعدات السطحية، فبالتالي يستخدموا في هيت إكستشينجرز مبادل حراري زي ما خلينا في عملية إنتاج الطاقة باستخدام الباينري سايكل باور. لما قلنا إن إحنا فيه هيت إكستشينجرز، وعبارة عن إن المياه المنتجة من البئر عبارة عن بس تمر في الهيت إكستشينجر الضيائي، والهيت إكستشينجر بحد ذاته فيه سائل درجة غليانه منخفضة، فدرجة حرارة المياه اللي خارجة من البئر ترفع لدرجة حرارة السائل الضيائي، وبالتالي يتم ضخ السائل الضيائي في التوربين وإنتاج الطاقة. لكن المياه اللي تم إنتاجها من البئر مش هتدخل لي إيش لمعدات سطحية، وعبارة عن بس
تمر من خلال مبادل حراري عشان تنقل لي الحرارة وترجع من جديد إلى الانجكشن ويلز لضخها من جديد في المكنة. وطبعا هذا كله عشان حافظوا على المعدات السطحية من التآكل. النظام الثاني هو الهوت ووتر سيستمز، نظام الماء الساخن. متى بقلنا هوت ووتر سيستمز معناتها فيه درجة حرارة نتاعها تكون أعلى من الوارم ووتر سيستمز. طبعا النظام هذي هي درجة حرارة نتاعها عالية أعلى من الووتر سيستمز، ما بين 120 إلى 220 درجة مئوية. أيضا الانتيلبي أوف الليكويد، قيمة الليكويد ووترز تكون ما بين 504 إلى 943 كيلو جول على الكيلوغرام. الصورة الموجودة عندي في الأسفل الفيجر نمبر 3 يوضح لي مثال عن الهوت ووتر جيوثيرمال سيستم، اللي طبعا بدايتها تكون عن طريق وجود مصدر حرارة اللي هو الكونفكتينج ماجما، اللي هي تبت الحرارة اللي بالأسهم الأحمر هذينا، ويتم نقل الحرارة من الصخور الموجودة في المنها إلى جزء الموجود فيه المياه الساخنة اللي هو البيت بابل روك. من ثم يتم ضخ صعود المياه عن طريق فولت إلى هوت سبرينجز لوجود في حالة وجود فولت، ويتم خروج على هيئة ظاهرة طبيعية، أو أن نحن نحفر بئر في المنطقة ديها ونستخرج الأبار بشكل اصطناعي. طبعا الأسهم اللي باللون الأزرق اللي جاية من الأعلى هذه توضح لي الريتشارج للمكمن، يعني ربما نحن لما نجي ننتجو حيصير نزوح للمكمن، فإذا ما حفرناش نحن أبار وضخينا المياه من جديد فحيصير نزوح مش حيعطيني عمر افتراض كبير. فالمكمن هذه هي تسلة في عملية ريتشارج من الأمطار، لما تهت الأمطار تجد طريقة إلى الأسفل تترشح، ومن ثم تجد طريقة عن طريق التشققات وعن طريق اللسان، وتقوم بعملية تعبئة للمكمن الجديد، عملية شحن للمكمن الجديد، وبالتالي لما تصل المياه هتسخن الجديد هتتأثر بحرارة ومن ثم تصعد إلى أعلى. هذا بطريقة بسيطة نظام الهوت ووتر سيستمز. طبعا أنظمة الهوت ووتر سيستمز الجيوثيرمال جريدينج فيها يكون أكبر أو أعلى من الجيوثيرمال سيستمز الموجود عندي في الوارم ووتر سيستمز. أيضا الهوت ووتر سيستمز نقدر نستخدمها في الدايركت يوز أبليكيشنز وفي إنتاج الطاقة الكهربائية. أيضا الهوت ووتر سيستمز تكون مناسبة لنظام الباينري باور بلانتس اللي هو من أنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية. قلنا عندنا نظام الدراي ستيم باور والفلاش ستيم باور والباينري باور بلانت، فنظام الهوت ووتر سيستم يكون ملائم بشكل كبير للباينري باور بلانت. ايضا يمكن استخدامه حتى بالنسبه في للستيم فلاش بلانت او ستيم فلاش باور بلانت، ما يكونش فيه غليان بالنسبه للهوت ووتر سيستمز، نو بويلينج اوكيورز. ايضا بعض ابار المياه الساخنه ار سيلف ديسشارجنج لما يكون فيها ضغط المكمن اعلى من الضغط الهيدروستاتيكي، لكن اغلب الابار لازم ما يصير فيها او لازم نحن زي ما قلنا ننزل فيها بامبس وندخوها بشكل اصطناعي. طبعا توجد لكن بشكل بسيط عمليه السيلف ديسشارجنج، لكن اغلبها لابد يكون فيهم عمليه استخراج طبيعي اصطناعي للمياه. ايضا الهوت ووتر جيوثيرمال فيلد يمكن ان هي تتطور حتى في حالة عدم وجود كاب روك. الكاب روك اللي هو المثال عندنا هنياي هو الشيل موجود عندنا، هذا نقدر نقول عليه كاب روك لان هو يحفظني السوائل هذه من تخرج الى السطح. اللي خلى السوائل هذه تخرج الى السطح هو وجود الفولتينج، وجود الفولتينج هو اللي خلاها تخرج الى السطح. لو لم يوجد هذا الفولتينج كانت حتصبح المياه موجودة في الأسفل، حتحصر في الأسفل ولم تصل إلى الخروج إلى أعلى. فيقول إن الهوت ووتر سيستمز تتطور حتى في حالة عدم وجود كابروك. هذا في حالة إيش؟ في حالة إن الجيوثيرمال جريدينج تدرج الحراري إضافة إلى عمق المكمن قابلين لإيش؟ للاحتفاظ بالكونفكشن كارنت، كونفكتيف سيركوليشنز كارنت.
لو ان تدرج حراري مش قادر انه يحافظ لي على الحراره هذه، على بقاء الحراره هذه، والعمق بتاع المكمن كان موجود ضحل بشكل كبير، فلا يمكن الاحتفاظ بدرجه الحراره هذه، وبالتالي لن يتكون عندي نظام هوت ووتر سيستمز. هنتوقفوا عند low enthalpy two phase systems، مستكملون في المحاضرة الجاية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.